قد عمره كانوا يوم يسألوني في الشباب الرياضة، قالوا أنت كم العمر اللي يحدد الشاب؟ قلت والله إذا تبون على أيامه، أنا عندي واحد أبو 60 قلبه 20، هذا أبيه، واللي 20 وقلبه 60 هذا ما نبيه، خذوه عندكم. وفتحنا ويا التعيينات الجديدة كوزير الشباب عندنا، إحنا اليوم في العالم أكبر زاوية منفتحة في العالم للشباب. احنا بكل بساطة قلت نبي نشوف وين المينيمم. المينيمم لقيناه في اليابان من 0 إلين 29، ودول فيه عندها ماكسيمم إلين 35، احنا من 15 إلين 29. يعني ما اعتقد فينا حد شاب اليوم إذا كذي على الحسبة دي. فقلت ما يصير يا جماعة، خلنا نروح من 0 إلى 35، لو بعد في يدنا نفتح زود نفتح زود. والقصد أن الواحد الشاب في البحرين اليوم يستفيد من برامج الشباب، يعني يتكلم عن بعثات ويتكلم عن برامج وفرص للشباب يستفيدوا منها في العمر هذا. لأن اليوم ياما واحد ناجح في دول أخرى فتح شركة وعمره 13، أبدع وهو عمره 7 سنين، وأبدع عمره 19، فليش أنا أنتظره يعني اللي عمره 15 عشان ابتدي اودي بعثات؟ فخلني استثمر فيه وهو صغير. اليوم الصغار يفاجئونا في المعلومات اللي يعرفونها، في المعرفه وفي الاطلاع، ما على وقت احنا على وقتنا يعني، احنا الشباب المفروض نعتبر، بس انه بعد لحين يعني الصراحه الشباب اللي تحتنا الحين يعرفون اشياء احنا ما كنا نعرفها، حكم الاطلاع وحكم التكنولوجيا وهذه، فاحنا لازم نواكبهم بعد بالسرعه دي. والعلم يتطور والعمر ان شاء الله بعد يقولون لنا يعني، ولو الاعمار بيد الله، بس بعد يوصلون واحد 120 سنه حتى بتكون عمرك 120 وانت صاحي، مو من عمرك 60 وانت تعبان 60 سنه تم تعبان. فالواحد لازم يواكب المفهوم والثقافه دي. لكن اليوم يا جماعه ترى الاول والاخير يعني القصد اني اشوفكم، طبعا هي فرصه اني اكون انا موجود هني بعد، لكن الفرصه الاولى والاخيره ترى انتم اليوم ما طلعتوا معزومين، انتم طلعتوا خسرانين المباراه هذه واحده، انتم طلعتوا الحقيقه والكل راضي على مستواكم اللي اديتوه وعلى المستوى اللي قمتوا به، وخاصه قدام المنتخب الكوري اللي ادى اداء قوي وهو احد المرشحين، فمستوى ارضى الجميع. والحقيقة بيقول لكم إياها، سمعتها من شخص واحد، ما دام الشخص هذا رضى أكيد الكل راضي. جلالة الملك الله طول عمره كلمني تليفون عقب المباراة، جدا معجب بمستواكم، جدا معجب باللعب، قال هذا يعني إحنا ما شفنا لعب متجانس وما لا شفنا هالروح، من زمان ما شفنا هالروح القتالية اللي عند الشباب اللي لقيناها عندكم أنتم. قلت حق طول عمر، قلت له بشرك طول عمر، بداية الغيث قطرة، الشباب هذيل يعدونك، لأن إحنا ورانا هدف أكبر من هذا الهدف. وإذا تبون تعرفون إحنا لحين ما بدينا بالوصول للهدف، اليوم تونا بادين بالحمد. إحنا عندنا طبعا تعمدت أنا بعد يعني يكون المسؤولين موجودين وياي، لأن هم في نهاية الأمر المسؤولين، وإحنا المسائلين أمام الناس كلهم وأمام جلالة الملك وأمام الله في أمانتنا لهذه المسؤولية. ففي عندي رؤية وأنتوا سمعتوها وأنتوا عارفينها وأنتوا جزء منها كلكم، هذا المنتخب هو المنتخب اللي إحنا نأمل فيه، وهذا المنتخب إن شاء الله اللي راح يوصلنا للحلم اللي راودنا. إحنا وعدنا جلالة الملك وعدنا البحرين أحلام كانت شبه مستحيلة وحققناها، فهذا واحد منهم، ما هو بمستحيل، هذا الحلم الثالث اللي بنوصل له إن شاء الله. لكن قبل لا أقول لكم يعني أبيكم أنتوا تأكدون لي بعد، أبيشوفكم عين بعين وأبيكم تأكدون لي أن أنتوا أصحاب الشأن، أنتوا يلي في الملعب مؤمنين بهالخطة هذه، لأن إذا ما كنتوا مؤمنين بهالخطة دي ولا كنتوا مؤمنين نحن راح نوصل لكأس العالم، ما راح نوصل. لو نجهزكم أفضل تجهيزات، لو ندعمكم في أعلى دعم، لو تيكم أقوى
يعني التعليمات وأقوى سند ما بتوصلون إذا أنتوا ما كنتوا واثقين من الخطة هذه، وإذا كنتوا أنتوا ما تبون توصلون لكأس العالم. فإحنا الوعد هذا وعدنا صحيح مملكة البحرين، وعدنا فيه جلالة الملك، لكن أصحاب الشأن اللي هو أنتوا اللي في الملعب اليوم تعبرون الخط ويصفر الحكم، صار الأمر في يدكم وعادوا في يدنا. أنا كرياضي أفهم شعوركم أنتم الرياضيين، لذلك أكلمكم بنفس اللغة، أعرف أقول اتركوني في حالي إذا بديت أنا السباق وخلوني أسوي شغلي، سواء كانت في الرياضات كلها اللي أنا أشارك فيها، هذا اللي أنا أحب. وأكره ما عندي لا رحت في رياضة وصرت متابع، ما صير جزء من هال الحدث نفسه، سواء كان سباق ولا كانت مسابقة ولا كانت مباراة، أكون جالس والأمر مو في يدي، أكون شوي متوتر أزيد لأن الأمر الحين صار في يد الغير. فأنا لا أعطيتكم الثقة وعطيتكم هالإمكانية ذي، أنا أعطيكم إياها كاملة وأثق فيكم ثقة كاملة، وأقول لكم أنتوا أخبر أصلاً مني في هالمجال هذا. لو كنت أنا أخبر كان لبست لبسكم ودخلت وياكم في الملعب، ولو كنت أفضل كان أكيد دخلت الملعب، لكن أنتوا أفضل وأنتوا أخبر. وأنا في شغلي أيضاً نفس الشيء، أعرف شلون نوصل وأعرف شلون نفوز.